السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنسلق بتنجان مع بعضينا وهنخلله بطريقة سهلة قوي، وعشان البتنجان المسلوق احسن كمان من البتنجان المقلي عشان بيبقى خفيف في الحر اللي احنا فيه دوت. هنسلقه مع بعض وهنحضره وهنشوف هنعمل ايه. بس قبل ما اغسل البتنجان هشيل بس ايه القمع ده، نشيله بالطريقة دي. تمام، طبعا الفلفل عارفين كلنا بنشيله ازاي. تمام كده، مش هنقطعها، لا هنشيلها بالطريقه دي. والفلفل هنقوم عينين القمع برضو بتاعه بالطريقه دي. هنجيب بقى حله وهنرص البتنجان ايه مقلوب كده. تمام، بس ايه نحطه كله مره واحده الاول ونرصه جنب بعض. تمام، قلبنا بقى البتنجان كده ليه؟ عشان الجزء الفوقاني اللي هو بتاع البتنجان اللي احنا قلبينه ده بياخد سوا اكتر، ودي الحته دي بتاخد سوا قليل. تمام، وحطينا الفلفل من فوقيه ونغليين ميه. تمام، وننزل بيها، هنحطها بقى على النار ونشوف هتاخد وقت قد ايه. طبعا على حسب انك معليه النار او موطياها هتاخد الوقت بتاعها لحد ما تستوي. هنقوم نجس البتنجانه كده ونشوفها استوت ولا لا. رفعنا الحله كده على النار بقى، كميه الميه حبايبي مش مشكله تبقى مغطيه البتنجان، المهم اهي اهي انتوا شايفينها تكون بس ايه عاليه شويه، ومش لازم ايه تكون مغطيه على الاخر. دلوقتي هيستوي معانا ونشوف درجه سواه. خلاص كده البتنجان استوى معانا. تمام، هنجرب واحده كده اهي، بصوا يا رب تكون واضحه اهي، مش مستوي قوي طبعا، هو كده إيه نخليه نص سوا شويه صغيرين، يعني مش مستوي قوي. قبل بقى ما البتنجان يبرد معانا، تمام يبرد معانا، هنقوم محضرين معلقتين من التوم لو انتم فرزينه، معلقتين كبار، وهنقوم حاطين 3 معالق شطيطه كده برضو كبار. تمام، 3 ليمونات، انا مش هستعمل للتتبيله الا المكونات دي بس مع الملح. تمام، الملح بقى هنحط معلقه زي دي كده بس، يا ريت ما تملحوش قوي عشان كل ما بيقعد في الميه بتاعته بيملح، يعني ايه بيحيق زياده، فنحط معلقه صغيره بس كده زي اللي احنا حطيناها، ما نحطش ملح زياده. هنعصر بقى الليمون على الحاجات دي كلها، كلها هنحطها على بعضها اهو، وهنعصر عليهم الليمون، نعصر بقى الليمون. تمام، خلاص كده انا عصرت الليمون، هنجيب بس طبق كبير عشان ايه نخلط كل الحاجات دي على بعض. تمام، ونقلبها عشان كله يمتزج ببعضه. طبعا ده مش كل حاجه، ده مش كل حاجه حبايبي. هنقوم عاملين ايه بقى؟ دي التتبيله اللي جهزناها هنعمل بيها البتنجان. تمام، والفلفل دلوقتي الميه اللي احنا سلقنا فيها البتنجان والفلفل دي اهي. تمام، هناخد منها حوالي كوبايه وهنحطها برضو مع بعض على البتنجان وهنشوف هنعمل ايه. نحقق بقى البتنجان مع بعض كده، هناخد واحده كده ونفتحينها، عايزين تفتحوها بسكينه مفيش مشكله، هي بس ايه طريه، وهنقوم ايه محيقينها كده. هنيجي بقى عند باقي الشطيطه دي الهريسه، هنحط على الميه دي 1/4 معلقة ملح، الميه بتاعتها بتاعه سليق البتنجان، وندوبها. تمام، ونحطها على الهريسه، وهنقوم نازلين بالهريسه دي كلها بالميه دي كلها. تمام، على الفلفل، وهنقوم مقلبينه كده. طبعا كده لو الميه قليله عشان كده هنغذي البتنجان، هنخليله بالميه بتاعه السليق، فهنزود شويه ميه كمان. تمام، شويه ميه بس ايه قد 1/4 كوبايتين. تمام، هنيجي بقى ايه، مش هنسيبه طبعا في الطبق هنا، لا هنحطه مع البتنجان والفلفل هيبقوا مع بعض. تمام، اهو بصوا
طبعا الطبق اللي زي ده لو مع اسره هيتاكل في حوالي 3 ايام، لو مع يعني اتنين صغيرين كده لسه متجوزين هيتاكل في اسبوع، 10 ايام. تمام، يا ريت الفيديو يبقى بسيط عليكم وما يكونش متقل عليكم، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. فضل مش امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.